ايام كورونا كريت منها واحد طريق باش نعيش انا وهاد السيده. حنا في عمرنا فايتين 60 سنه ما قاعدين لا نخدموا ولا حتى شي حاجه، وتحبست ايام كورونا ما تلينا لقينا ما نبيعوا ولا ما نشرو. كريت هذيك البقايه كريت واحد طريف باش نعيش. ورات خويا فقيه ديال القيصر اللي بنات الجمعه فارقين فارق علينا هو كل شي هاد البقعه انت سير هاد البقعه البقعه كاع بحال بحال كاع معبورين كاع قد قد ملي كل مشينا ديك البقعه شي 30 سنه هادي كنتصرف فيها كل كيتصرف في داك الشيء كتب له حنا سبعه الوالات كل كيتصرف اللي كتب عليه الله تبارك وتعالى. ملي كريت هذاك الطريف جا هذا ولد خويا جاب العائله ديال مو جا وتكرفس علينا وكلينا ساع وخرج لي التراكتور ومنعني ما عرفتش اسيدي علاش يقسمك بالله وهو كيحرد شغله وكيتصرف شغله وجا منعني انا بلا قصه بلا والو. فارقين 30 سنه فارقين فرق لا رجع فيه. فارقنا اخونا كبير فقيه ديال الجمعه سنتر البقعه سنتر البقعه سنتر البقعه كلها عطاه. مشيت انا لشغلي كنتصرف فيه 30 سنه هذه كنتصرف فيه ما عمر كان عندنا شي نزاع ولا كان شي حاجه. ماتوا خوتي مشاو الله يرحمهم. ملي شافني هاد السيد كريت هاد البقعه ناضوا شي وحدين قال لي سير حبسوا ما دايرش مع الفرقه تحبسوا وتربحوا خليه ما يكريش عنقلوا الله يهديهم. بقى معنقلني ما كريت ما كنحرط ما كنتصرف شغلي ما تليش دابا لا ما قدتش كنلحقو كنطرف فيه. درت به شي كاين المحكمه درت به شي كاين المحكمه اليوم غدا اليوم غدا حضرت كنحضر معاهم مع نوبتي اللي ثلاثه حضر معايا ما تلاوش كيحضر. قعدت كنقول قدام السيد القاضي رئيس المحكمه كيقول لي انت كيعطيني ثلاثه في شهرين ثلاثه. قلت له انا وهاد المراه كنركبو كنركبو ب 50 درهم الواحد باش كنركبو كنشوفو 50 كنوقفو في المحكمه ما كيستنطقوناش كنوقف هكا ما كيستنطق كيعطوني جلسه اخرى. قالنا اليوم غدا اليوم غدا حتى نهار 20 شهر 11 عيط لي المحامي في الليل قال لي اودي الملف ديالك تحكم وتحكم براها ودون متابعه. دوك السيد تستانف ولا شنو دير؟ مشيت اخويا استانف الحكم ديالي وهاد الشيء راه دايز الطياره عابر كل اللي شغل ودايزين التقنيين ديال الداخليه كل بلي كارتات كل شاد شغله كل بشغله كل شيء وتعدى عليا هاد الدري تعدى عليا تكرفص عليا بزاف وضرب السيده وضربها في عطبها وتكرفص علينا وراني توجهت القاده وتوجهت الصحافه يديروا لي شي حل الله يرحمني من والدي والله يجازيكم بخير. التعنيف والعصا ها هو العصا ضربني على اليد انا مابقيتش كنقدر نخدم بها. اما فكنخدم على راسي باش ما عطاني الله كنصور طرف تاع الخبز انا درك ما بقيتش كنخدم نقدر نخدم معاونين على الزمان ما عندنا لا ولاد لا والو معاونين على الزمان ما خصناش ما عندناش المهم ما كنلحقوش الناس ما كنمدوا يدينا لحد الحمد لله. ولكن من نهار ضربوني انا الله اللي عالم علينا مشينا للقاده كنحضروا كي اليوم كي غدا كي اليوم كي غدا ما داروا معنا حتى شي حل. والبلاد ديالنا والبلاد ديالنا راه 30 سنه باش فارقين لو كان غير كان شي غلط راه حنا 30 سنه كلها في بلادو هو عبد هذاك في بلادو وهذاك في بلادو وحنا في بلادنا والوراثه العيالات تما كلها في بلادها وحنا عطانا قتله ديال العصا وما حضر معانا ما كاين حتى شي حاجه تنتفاجئوا بان راه كاين البراعه في هذا نهار 20 شهر 11 هذا الشيء اللي كاين. الرساله ديالكم لنا الرساله ديالنا كنوجهها لكل مسؤول كل مسؤول لكل مسؤول يحن ويشوف وينصف لي بالحق ديالنا كل مسؤول. انا وجهت لهم الله لكل مسؤول يحكم بالحق انا بغيت غير الحق ديالي. والرساله لصاحب الجلاله لصاحب الجلاله الله ينصره الله يحفظه الله يخليه لينا راه من غيره ما كاين حتى حد كاين الله سبحانه وتعالى وجلاله الملك الله ينصره الله يحفظه. انا لا كان شي وثيقه واحد شي حاجه انا مستعد ندير معاه باي حل ماشي مانعو ولا شي حاجه راه هو المانعني ندير مع اي حل نديرو معاه. انا ما نتضربش في شغلي ونتكرس في شغلي وناكل العصا ودي يجي يشد براعه غادي يقتلني انا وهاد المراه شكون بينا. انا كان انا ما دارموش انا المحكمه لا شي وثائق ولا عنده شي بيع ولا عنده شي حاجه انا مستعد اي حاجه مستعد يجي يدير اللي بغا نديرو معاه نديرو معاه. انا مع حالي وبي فارس التيسع وغدا يجي يقتلني انا ملي عطيتهم البارع راه غدا يجي انا ما تيش عند الامل غادي الدار ولا الدار راك احلى ما عنديش امل شدني السكور شدني العصا ما لقيتش نسكن في الدار فين غنمشي نجي للشارع ندير كايطو ندير ميكا ونسكن غدا نصبح في شي مدينه.
ما تنساوش تابونا فلاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيلبريس وتبارتاجيو مع صحابكم.